هل مريض السرطان او مريض السرطان بيبقى عندهم طاقه ان هم يلعبوا رياضه؟ بصي كويس قوي السؤال ده. انا صراحه كنت عاملاها تاب في الاخر ان انا اقدر اقوله من ضمن الحاجات المهمه اللي مريض السرطان محتاج يعملها، ودي انا جربتها مع اشخاص بتعامل معاهم فعلا. الرياضه مهمه جدا ليهم، حتى لو مش قادرين مقدار 30 دقيقة في اليوم، يعني 150 دقيقة في الأسبوع، فيعني حاجة قليلة. قصدك 3 أيام، ما هو 30 في 5 3. 150 دقيقة في الأسبوع. وممكن مرضى السرطان يقسموها براحتهم، يعني أنا محتاجة ربع ساعة لنص ساعة خلال اليوم، مش محتاجة أكتر من كده، لأن أولا بترفع الروح المعنوية، بتخليكي إن أنت يعني ما بتبقيش قافلة عليكي الأوضة أو الأربع حيطان قاعدة فيهم، ما بتفكريش غير في المرض. فأنا محتاجة إن أنا أطلع بره على الأقل حتى أشوف الشمس بالليل، أشوف هواء، أشم هواء نظيف في أي مكان، تمشي في الشارع بقى، تطلعي في أي هواء مكان مفتوح، بتفرق جدا جدا مع مريض السرطان. نزل التردد الجديد 11785، الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.